عقدت اللجنة الحكومية البحرينية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي اجتماعها الثاني في العاصمة الروسية موسكو، حيث ترأس الجانب البحريني وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني، فيما ترأس الجانب الروسي وزير الصناعة والتجارة سعادة السيد دينيس مانتروف. وأعرب سعادة السيد زايد بن راشد الزياني عن اعتزازه لعقد الاجتماع الثاني للجنة التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة وفخامة الرئيس الروسي في موسكو. وأضاف أن حجم العلاقات التجارية بين البحرين وروسيا وحجم التبادل التجاري قد زاد بشكل كبير منذ الاجتماع الأول للجنة الحكومية البحرينية الروسية، بوصوله إلى حوالي 3 أضعاف ما كان عليه وفقا لإحصائيات العام الماضي. وقد أسفر الاجتماع عن عدد من النقاط وأبرزها بحث تأسيس مركز لصادرات الأغذية الروسية في مملكة البحرين للمنطقة، وعلى الأخص القمح الروسي، إلى جانب بحث التعاون والشراكة ما بين ممتلكات وصندوق الاستثمار الروسي المباشر، بجانب التفاهمات المشتركة في مجال الطيران والنقل الجوي. سررنا هذا اليوم بانعقاد الاجتماع الثاني للجنة الحكومية المشتركة البحرينية الروسية بالتعاون الاقتصادي والصناعي والتجاري والعلمي والتقني في مدينة موسكو. كان البحث بحث ثنائي فناء، وصلنا إلى اتفاقيات عديدة في مجال الألمنيوم، مجال الطيران، مجال التعاون المالي والاستثماري، وكذلك في مجال الأغذية وبالأخص في مجال القمح الروسي. نشكر سعادة الوزير دينيس مانتروف هو الفريق المصاحب له، ونتمنى إن شاء الله أن تتكلل جهود هذه اللجنة بالنجاح والانعكاس الإيجابي على الاقتصاد البحريني والروسي وعلى العلاقات الثنائية التي بلغت رقم جديد من التبادل التجاري في عام 2018، ونتطلع إن شاء الله للاجتماع القادم في المنامة في العام المقبل.